حينما نذهب إلى منى وبعد، أو مثلا نكون في عرفات ثم المزدلفة، هناك هذه زحمة الحجيج، وقوف الحجيج للوضوء مثلا في أماكن الوضوء وهي يعني فيها الزحام وشدة حضور الناس مع بعضهم البعض، هناك لا نفرق بين إنسان وإنسان هنا هنا يعني في داخل لا. هذه العلاقات يعني، وهذا ما يعني ما يبتلى فيه الكثير من الحجاج في أثناء الزحام أثناء أداء هذه المناسك، يعني يفترض على المسلم أن لا يتلفظ بأي كلمة فيها فحش أصلا، لا يجوز شرعا، لا يجوز له، وبالتالي هذه يعني تسقط من روحية الحاج عنده، بل لعلها في بعض الأحيان تسقط ثواب الحاج كله. يعني تصور أنت تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنوبك وأنت ترتكب ذنوب في ساحة يجب أن تكون فيها خالصا لله سبحانه وتعالى، مبرأ من أي ذنب ومن أي عيب. إذن عمليا هي فترة انضباط، يعني نستطيع أن نقول هناك يجب أن نضبط أعصابنا هناك، أن نتحمل بعضنا البعض، أن نعفو عن بعضنا البعض، أن يعلمنا الحاج أن نتواضع لبعضنا البعض، أن نقبل بعضنا البعض. وأنا هنا أنصح، وإن كان شرعا يجوز للإنسان أن يعني يجلس في بيت مرتب وجميل وأن يركب مركبا فارها وهكذا، لكن أنصح الإنسان أن يحاول هناك أن يستشعر الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الأكرمين. كيف حج رسول الله؟ هل كان يجلس مثلا في بيوت فخمة؟ هل كان يركب مثلا مراكب فارهة؟ أن الحاج معناه هو أن يتخلص الإنسان من شوائب الدنيا كلها ومظاهرها ليعيش خالصا لله تبارك وتعالى دون أن تدعوه الدنيا في بهارجها إليه